السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم إلى نشرة أخبار منتصف الليل والمستهل بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، ومستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز القدرات لا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب في صلب اللقاء. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة وقائد أفريكوم يؤكدان على إرادة الجيشين في تعزيز علاقاتهما الثنائية والتنسيق حول المسائل الأمنية والتحديات التي تشهدها المنطقة. وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يرافع بنيويورك باسم الجزائر من أجل نصرة القضايا العادلة على غرار القضيتين الفلسطينية والصحراوية، ويؤكد أن الجزائر الجديدة تواصل بخطى ثابتة مسار البناء الديمقراطي. الصناعة الصيدلانية في الجزائر تتعزز بوحدة لإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 بقسنطينة، والرهان بلوغ إنتاج 3 ملايين جرعة مع نهاية السنة والتطلع للتصدير. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بداية استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الجنرال ستيفان تاونساند قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد هام. وقد تم خلال اللقاء بحث فرص دفع علاقات التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بنشاط القيادة الأمريكية في إفريقيا، فضلا عن استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة الجانب الأمني في الساحل وسبل تعزيز قدرات المنطقة لا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وحضر اللقاء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد الفريق السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلاف. وعقب اللقاء أدلى قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم بالتصريح التالي: أنا هنا في الجزائر للمرة الثانية، وفي هذه الزيارة التقيت برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكذا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة. لقد تحدثنا حول الأوضاع الأمنية في المنطقة والشراكة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الجزائرية. للشرف الكبير أنني متواجد هنا، والولايات المتحدة الأمريكية ستسعى على تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية أكثر بين البلدين في المستقبل. كما استقبل السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي استقبل أمس بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول ستيفان تاونساند القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا أفريكوم. وبعد مراسم الاستقبال وتحية العلم الوطني تطرق الطرفان في اللقاء الذي حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني ورؤساء دوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الوفد الأمريكي، تطرق الطرفان إلى إرادة الجيشين في تعزيز علاقاتهما الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. هذه الزيارة تعكس الأهمية التي يوليها قيادة الأفريكوم للمسائل الأمنية التي تهم منطقتنا الإقليمية والتحديات المترتبة عنها، لا سيما فيما يتعلق بالاستقرار والتنمية المستدامة. من جهة أخرى، اغتنم السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
هذه المناسبة للتعبير عن تمام عرفانه نظير المساعدات الطبية التي تفضل الطرف الأمريكي بتقديمها للجيش الوطني الشعبي في ظرف خاص تطبعه الأزمة الصحية لكوفيد-19. وفي ختام اللقاء وقع الفريق أول ستيفان تاونساند على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي. في التعاون تواصلت أمس بنيويورك أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76 بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطل عمامرة، والذي أكد في كلمة ألقاها باسم الجزائر خلال أشغال الدورة، أكد أن الجزائر تواصل بخطى ثابتة مسار ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي للجزائر الجديدة مع تكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية. العمامرة شدد بأن الإصلاحات السياسية التي باشرتها البلاد تبلور إرادتها شعبا ودولة في تعزيز حقوق الإنسان بمعناها الواسع في كل ربوع الوطن. تواصل بلادي بخطى ثابتة مسار ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي للجزائر الجديدة مع تكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية بعد التعديل الدستوري والانتخابات التشريعية، وهي تتأهب حاليا لإجراء انتخابات محلية مهمة. إن مسار التغيير الديمقراطي يجسده مخطط عمل الحكومة الذي تم اعتماده منذ أيام معدودة بمحاوره الخمس الأساسية، والتي تتركز حول تعزيز دولة القانون وتكريس الحوكمة، عصرنة العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، بالإضافة إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة ومحاربة الفساد وعصرنة الإدارة والوظيفة العمومية. كل هذه الإصلاحات السياسية تبرور إرادة الجزائر شعبا ودولة في تعزيز حقوق الإنسان وبمعناه الواسع في كل ربوع الوطن. العمامرة وفي معرض حديثه عن الأوضاع الدولية الراهنة أكد أن الجزائر تجدد نداءها للمجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته التاريخية تجاه مختلف القضايا العادلة، خاصة القضيتين الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية. نتابع. لقد حرصت بلادي على الانخراط في العديد من المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الصراعات والنزاعات وجلب الاستقرار في دائرتها الإقليمية والدولية من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاوض والمصالحة الوطنية. وستستمر الجزائر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية المشروعة وتقرير مصيرها، خاصة في فلسطين وفي الصحراء الغربية. وفي هذا الإطار تعرب الجزائر عن عميق قلقها أمام انسداد آفاق حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية، وأمام استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وتنكره التام للعملية السلمية ولقرارات الشرعية الدولية. كما تجدد الجزائر نداءها للمجتمع الدولي وخاصة لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية وحمل السلطة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها لكافة الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبنيويورك دائما عقد الأعمامرة لقاء مع عدد من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث شكل اللقاء فرصة للتفاعل والنقاش الإيجابي والبناء من أجل تعزيز التواصل والتعاون بين أفراد الجالية في المهجر والبعثات الدبلوماسية والقنصلية وتحقيق تطلعاتهم. وبالمناسبة نقل العمامرة تحية السيد رئيس الجمهورية إلى أبناء الجالية، مؤكدا حرصه على إشراكها وتعزيز الجسور التي تربط أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج بوطنهم الأم. كما شدد العمامرة على ضرورة التكفل بانشغالات جاليتنا الوطنية التي تتمتع بإمكانيات هامة من حيث الكفاءات والمهارات التي من شأنها إعطاء نفس جديد للمجتمع وتعزيز مساهمتهم في مختلف المشاريع التنموية بالوطن وإشراكها في مسار بناء جزائر جديدة. وفي هذا السياق أفاد العمامرة أنه في إطار ترقية الخدمة وتقريب المصالح القنصلية من الجالية المقيمة في غرب أمريكا، سيتم افتتاح قنصلية عامة في سان فرانسيسكو، وهو القرار الذي حظي بترحيب كبير من قبل أفراد الجالية. تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الصحة العمومية للمواطنين، تستعد الجزائر لإنتاج أولى جرعات اللقاح المضاد لكوفيد 19 ابتداء من 29 سبتمبر الجاري. الخطوة تعد الأولى من نوعها قاريا، وتشرف عليها سواعد جزائرية بشراكة صينية انطلاقا من وحدة الإنتاج بمجمع صيدال بقسنطين. المتابعة لسونيا جاسي. ضمن التوجه الجديد للدولة في بعث الصناعة والتحول إلى اقتصاد مدر للثروة وموفر لمناصب الشغل بعيدا عن اقتصاد الريع، جاءت الصناعة الصيدلانية كأولوية في برنامج الإنعاش الاقتصادي لتسهم في إرساء أسس اقتصاد متين من جهة، وتضمن للبلاد السيادة والأمن الصحي. من هذا المنطلق تركزت جهود الدولة في عز أزمة كورونا على الاستثمار في مجال جديد وهو إنتاج اللقاح. تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية والرامية إلى توطين إنتاج لقاح المضاد لكوفيد 19 بالجزائر، كلفت وزارة صناعة صيدلانية بإنتاج اللقاح المضاد للفيروس محليا في الجزائر لأجل ضمان سيادتنا الصحية وتلبية الطلب ضمن المخطط الوطني للتلقيح والمطبق في بلادنا. هذا المشروع سيمكننا من إنتاج 1,000,000 لقاح في شهر أكتوبر، 2,000,000 لقاح في شهر نوفمبر، و 3,000,000 في شهر ديسمبر، إلى أن نصل إلى أكثر من 5,300,000 لقاح اعتبارا من جانفي 2022، مع توقعات إنتاجية تفوق على 65,000,000 لقاح على مدار سنة كاملة. منتوج جزائري بشراكة صينية، والإنتاج بوحدة صيدال قسنطينة التي جهزت وفق المقاييس المعمول بها دوليا. قام مجموعة من الخبراء الصينيين لمخابر سينوفاك بزيارة عمل وتفقدية للمصنع، تم وضع بعض الطلبيات لتأخذها صيدال في عين الاعتبار. المنهج التخطيطي لصيدال ولا الشكل الهيكلي لصيدال يتوافق والالتزامات والمعايير الدولية، وذلك بشهادة كل الخبراء الذين مروا على هذه الوحدة. أضيف كذلك بأن صيدال تعطي اهتمام كبير للجودة. إنتاج اللقاح الجزائري مر بمراحل حساسة ومعقدة للوصول إلى منتوج نهائي مطابق للمواصفات والمعايير الدولية. لنا الفخر كوحدة إنتاج وطنية جزائرية أن نكون سباقين في مثل هذا المشروع الفريد من نوعه المتمثل في إنتاج لقاح ضد جائحة كورونا بجودة مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية. المنتوج عبارة عن قنينة سعتها 5 ملل تحتوي على 10 جرعات. للوصول إلى المرحلة الحالية في الأند فينيش مررنا بعدة مراحل حساسة ومعقدة تتضمن المصادقة والتأهيل للمختلف التجهيزات والخطوط الإنتاج تلك الفاليداسيون دو بروسيدي أسيبتيك و بروسيس جوستيفيكاسيون.
بهذا سيكون الأمن الصحي للبلاد في أيدي كفاءات وطنية وإطارات جزائرية. الإطارات مجمع صيدل مصنع قسنطينة تتمتع بكفاءة عالية بفضل التكوين التقني المستمر الذي استفادت منه خلال السنوات الماضية. إسناد مشروع تصنيع اللقاح كوفيد 19 إلى مجمع صيدل، عملنا على رفع هذا التحدي وسخرنا كل المواد، موارد التقنية والبشرية من أجل توفير هذا اللقاح. الاستراتيجية الجديدة للدولة في مجال الصناعة الصيدلانية عموما وفي إنتاج اللقاح خصوصا ستفتح للجزائر أفاقا جديدة للتصدير ضمن سياسة الاكتفاء الذاتي وتنويع الاقتصاد الوطني. وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 وتسع وفيات رحمهم الله، فيما تمثل 109 مرضى للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. أحيت الجزائر على غرار كل دول العالم أمس اليوم العالمي للسياحة الموافق ل 27 سبتمبر من كل سنة. الجزائر ترفع الرهان اليوم بإلاء الأهمية القصوى للسياحة الداخلية وجعلها موردا هاما في إنعاش الاقتصاد الوطني. إحياء المناسبة كان من ولاية الطرف بحضور مسؤولي القطاع، وعن التلفزيون سعيد بلعس. هي القالة وعروس البيئة التي تشاهدون هي بحيرة أوبيرا، واحدة من أروع المحميات الطبيعية في العالم إلى جانب بحيرة طونغا والملاحة، مناطق صنفت سنة 82 بمقتضى معاهدة رامسار للمناطق الرطبة كمناطق محمية ذات أهمية عالمية. أهمية بيئية بخصائص إيكولوجية وتنوع حيواني ونبات نادر جعل منها منطقة سياحية وطنية لا تقدر بثمن. بالنسبة للثروة النباتية هناك عدة أصناف نذكر منها النادرة مثل النوفر الأصفر وكسناء الماء سيلاشاتينيدو. بالنسبة للثروة الحيوانية تتكون أهمها من الطيور المائية ونذكر منها النادرة. فعلى مساحة 2200 هكتار تحتوي ولاية الطرف على مقومات سياحية يشكل منها المركب المائي للحظيرة الوطنية للقالة، تحفة بيئية وجمالية ومخبر علمي مفتوح على الهواء الطلق في الاختصاص البيئي والإيكولوجي. وعلى طول امتداد الشريط الساحلي تتربع عروس المتوسطة القالة على غطاء نباتي يقابله شريط ساحلي يشكل منطقة استقطاب وجذب سياحي عنوانها القالة تحفة فنية نادرة. ستون فيل توريستيك من بكري وعندها ليلاك وعندها كلش، الناس كلها على بال، الناس كلها تعرف. إن شاء الله تتطور في السياحة ونديماري ونقلعوا من هنا إن شاء الله. القالة هي أيضا عاصمة الذهب الأحمر وما يعرف بالمرجان، وهي قيمة فنية واقتصادية وسياحية بامتياز. المرجان متواجد على طول سواحل مدينة القالة وسميت بعروسة المرجان. احنا هنا لتمرير رسالة إلى كل الفاعلين في المجال السياحي لإنشاء مسارات سياحية موضوعاتية. ونحن كقطاع البيع هو قطاع مرافق لجميع فئات المجتمع، وكذلك كما ذكرت خاصة المجتمع المدني، وكذلك مرافق ونعمل بالتعاون الدائم مع مختلف الوزارات. الطرف وعروسه القالة هي هذا وأكثر في السياحة ثروة الجزائر لما بعد البترول. في إطار تلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الوطنية والعمومية والخاصة وبإشراف من مديرية الصناعة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، تم أمس بتيار التسليم 670 سيارة من علامة مرسيدس بنز مصنعة من طرف الشركة الجزائرية لصناعة السيارة ذات العلامة مرسيدس بنز. العملية تندرج ضمن الاستراتيجية المسطرة من طرف وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والهادفة لتفعيل الصناعة الوطنية بمنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية. محمد نور الدين قاسمي. هذا هو خط الإنتاج الأكثر نشاطاً بمؤسسة مرسيدس بنز بعين بوشقيف بعد ارتفاع الطلب عليها تماشياً والظرف الصحي الحالي.
طلب نجحت المؤسسة في تغطيته بعد اقتناء معدات حديثة لتعزيز خطوط إنتاجها. نوعين من سيارات الإسعاف، سيارة للنقل المرضى وسيارة يعني أكثر تجهيز وأكثر تطور من هذه النقل المرضى، معدة يعني للتدخلات الحرجة ممكن حتى يقوموا بها يضطر الأمر عملية جراحية. كنا في السابق نركب 30% من السيارة، ولكن منذ سنة 2019 أصبح التركيب 100%، وحيث اقتنت الشركة معدات خاصة بهذا الخط الإنتاج، من روبوت، من آليات للرفع، من برمجيات، كل هذا ضيف إلى ذلك التكوين المستمر لعمال خط الإنتاج. جودة الإنتاج وسرعة تلبية رغبات متعامليها جعلت الشركة مقصد الكثير من الزبائن، هيئات عمومية وخواص. حتى الآن أنتجت الشركة أكثر من 16500 سيارة نفعية و10300 سيارة رباعية الدفع. أما بالنسبة للإنتاج في أوج حائجة الكوفيد 19، تم إنتاج من 26 حتى إلى 100% من البرنامج المسطر. تقوم اليوم المديرية المركزية للعتاد من خلال لجنتها المختصة باستلام 358 سيارة متعددة المهام والأصناف، ويدخل ذلك كما هو معلوم ضمن تطبيق خطة محكمة ومسطرة من طرف وزارة الدفاع الوطني تتعلق بتحديث حظيرة الجيش الوطني الشعبي. احنا يرانا من اول الزبائن لهذه الشركة الرائدة في مجال صناعة المركبات الصناعية. اليوم ان شاء الله رانا في طور اقتناء حوالي 120 مركبة ذات 6 مقاعد لنقل العمال. نرى سيارات الاسعاف او رأيناها بأم عيننا في المستشفيات العمومية، الكفاءة، الجودة، الفعالية، فلذلك تم اختيارها دون تفكير كثير. وتستمر المؤسسة في تقديم احسن الخدمات لزبائنها. أجلت غرفة الجناح بمجلس قضاء طيبازا أمس النظر في جلسة الاستئناف قضية كريم طابو المدان ابتدائيا بعام سجنا موقوف النفاذ بتهمة إضعاف معنويات الجيش ليوم 11 أكتوبر المقبل، وذلك بطلب من دفاع المتهم. هذا وقررت غرفة الجناح تأجيل ثالث جلسة استئناف في هذه القضية بعد تأجيل أول جلسة كانت مبرمجة بتاريخ 19 أبريل الماضي بطلب من دفاع المتهم، وثاني جلسة بتاريخ 28 جوان الماضي وذلك بطلب من دفاع المتهم دائما. دوليا وفي الشأن الصحراوي، أكد محامي جبهة البوليساريو الأستاذ جيل دي فيريس أن بعض الأطراف الأوروبية تعتبر أنه يتعين على أوروبا التوقف عن تحيزها للمغرب من خلال توسيع نطاق الاتفاقية الاقتصادية. أمنيا، نفذت وحدات الجيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت قوة الاحتلال المغربي بقطاعات أوسرد، المحبس والبكاري حسب ما جاء في بيان عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. في شأن الفلسطيني، شهدت الضفة الغربية المحتلة أمس حالة من التوتر عقب استشهاد 5 فلسطينيين من مدينتي القدس وجنين وإصابة آخرين. دليل النزية. شهدت الضفة الغربية المحتلة حالة من التوتر عقب استشهاد 5 فلسطينيين من مدينة القدس وجنين وإصابة آخرين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين من بينهم 4 مصابين في مواجهات مسلحة مع القوات الاحتلال التي شرعت منذ أول أمس في عملية عسكرية واسعة وحملة اعتقالات جماعية بالمنطقة، وهو الأمر الذي أدانته جامعة الدول العربية. وعلى صعيد آخر، اقتحم عشرات المستوطنين مقام يوسف شرق مدينة نابلس بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أين تم أداء طقوس تلمودية.
سياسيا، رحبت السلطة الفلسطينية بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني على مشروع قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد الكيان الإسرائيلي، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة. وعن جديد الوضع باليمن، قتل أمس 58 حوثيا على الأقل وتسعة من عناصر القوات الحكومية في معارك جديدة شهدتها مدينة مأرب شمال اليمن، واستهدفت طائرات تابعة للتحالف العربي. وأعلن مسؤول يمني أن الحوثيين يفرضون حصارا على أكثر من 5000 أسرة في مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب شرقي صنعاء، محذرا من أن هذه الأسر تواجه وضعا إنسانيا حرجا. في ألمانيا، أظهرت النتائج المؤقتة لانتخابات البرلمان الفيدرالي البوندستاغ تقدما للحزب الاجتماعي الديمقراطي على حساب تحالف المحافظين المسيحيون اسم سلكة. منعرج حاسم تعرفه ألمانيا بعد فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا بانتخابات البرلمان وتفوقه على التحالف المسيحي المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، وذلك بعد فرز جميع الأصوات وفقا للموقع الرسمي لمفوض الانتخابات الاتحادي. وقد حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 25.7%، وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع تحالف ميركل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 24.1% بعد أكثر من 15 عاما في الحكم. وتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع أول أمس للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة. وفي غضون ذلك، لا تزال أنجيلا ميركل هي المستشارة وتستمر في منصبها إلى حين تشكيل ائتلاف حكومي جديد. أخبار دولية أخرى تأتيكم متفرقة مع مريم ثابت سي أحمد. شهدت ولاية مونتانا الأمريكية مصرع 3 أشخاص وإصابة العشرات بجروح جراء خروج قطار عن سكته. وفور وقوع الحادث، أعلنت خدمة الطوارئ والكوارث بالبلاد أن الحادث أثار استجابة فورية من رجال الإنقاذ الذين سارعوا لإخراج الركاب من العربات، معظمهم في حالات حرجة. في اليونان، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على سلم ريشتر قبالة جزيرة كريت اليونانية حسب ما أفاد به مركز رصد زلازل الأوروبي المتوسط. الزلزال تسبب في مقتل شخص على الأقل وألحق الكثير من الأضرار المادية التي مست البنايات القديمة. بسنغافورة، أصبحت خدمة التوصيل لمختلف السلع والمواد الغذائية تختلف عن بقيتها، خدمة يقوم بها 2 من الروبوتات في نسخة تجريبية مدتها عام واحد. في هذه المدة لن يحتاج الزبون إلى التنقل إلى المحلات والمتاجر لتكون طلبيته أمامه في دقائق معدودة. وفي انتظار نتائج التجربة، تتعهد شركة التكنولوجيا المنتجة أستاو بتعميم الخدمة في كامل البلاد بتفاصيل أكثر دقة. عودة إلى الوطن، ونختم من ميناء سيدي فرج بالعاصمة، والذي عرف مؤخرا عرف انتعاشا كبيرا وبات مقصدا لعشاق الجمال والطبيعة من كل أنحاء الجزائر. من العبديش. هدير الأمواج، القوارب واليخوت قبيل أن يرخي الليل سدوله، قصائد الفن الشعبي الأصيل، تفاصيل وأخرى جعلت من ميناء سيدي فرج مكانا يجذب عشاق الهدوء والجمال. أنا عندي 4 سنين من اللي مانيش عايشة هنا في الجزائر، ومع درنا عندنا بزاف ما جيناش لهنا لسيدي فرج. رماركينا بزاف حاجات جدد كيما لي تيراس هادو، الفضاءات العائلية هادو جدد، صافي بليزير. قاعدة ما شاء الله، الله يبارك. تسمى سيت ان اندرو فاميليال مليحة، وزيدي بزيادة كاين لا سيكوريتي مليحة. سحر هذا المكان لا يوصف. ولمحمد وغيره من الشباب هو مصدر إلهامهم.
ففيه يطلقون العنان لأحاسيسهم. ويا بابور اللوح ترسي جمال فوق الروح. معزوفاتهم وأصواتهم تشد أنظار الزوار وتزيد جولتهم روعة. أنا جيت نعقب فاكونس هنا في ألجينا عنبية، عجبني الحال خلاه صافي لونطا ما جيتش هنا، بصح كي جيت شفت بلي تبدلت خلاه هنا الدعوة وليت ملاحة. كي جيت هنا شفت بلي صح البلاد زاير وشلت تحس بأصالة على الصح. ما شاء الله زقينا اللي جا هنا يغنيو، لومبيونز الجو عائلي ما شاء الله. في كل جزء من هذا المرفأ تجد ما يعبر عن عادات وتقاليد الجزائر. خير دليل هذا المحل الذي يحتوي على قطع وتحف تأخذ السياح في جولة عبر التاريخ. ما قدرش نجي هنا وما نجوش لا بروكونت باسكو نتفكر فيها ريحة زمان، ريحة الجزائر القديمة، لي تراديسيون تاعنا باغ اكزومبل الكسكسي النحاس. ما نساوش التقاليد تاعنا والأصالة تاعنا مهما نروحوا ولا نولوا، الأصالة تقعد هي هي ولي تراديسيون هما هما. ميناء سيدي فرج معلم تاريخي وسياحي يمثل أحد أهم الوجهات السياحية في العاصمة. ترميمه عاد له الحياة من جديد. وبجمال لؤلؤة المتوسط والجزائر الحبيبة والغالية نختم أوراق أخبار منتصف الليل. تقبلوا تحيات الفريق الذي خدمكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.